لسه في 48 والعالم ما انتهاش، بس مش ممكن هنسكت، مش ممكن هنسكت. سكت الكلام والنيران صبحت رماد، والقلبات بالغل والحسد والأنين. خلصت نيران الحرب والنكبة حلت على البلاد، والحقيقة المرة أسهلت كل العباد. كل الجيوش الحرة هزمتها الخيانة، والشهيد الحر روحه رفرفت باللعنة على كل اللي خان. أربع جيوش هزمتهم عصابات الصهاينة، أربع جيوش إن اسمه في فلسطين كان ممكن ينقذوا الأمة. الصرخة في الصدر مكتومة، والفرحة في القلب مقتولة، واللقمة في العلق مسمومة، والدنيا فعلية مهمومة. الإنجليز سلموا رايات الهيمنة للأمريكان، ضاء المكان بالظلم وبانت للجميع ريحة الخيانة. الصهاينة اشتروا كل الضماير بالفلوس، زهقت نفوس الخلق من طعم التآمر والخداع. ضاعت فلسطين الحبيبة وانتهت، ولاد صهيون بالغدر والنهب المنظم، واتشردت كل الخلايق في الصحراء والخيام. ضاع الأمل وانتحر الضمير، والعالم بيتفرج علينا من سجام بمصمص شفايف، واحنا مظلومين. تاهت خطوينا وانفلت اللجام، والفين هتاخدنا السنين. تاهت خطوينا ويا ويلنا من بكره، تاهت خطوينا ومن فين تبدا الفكره؟ فين اول السكه؟ ايه اللي شتت شملنا سنوات؟ صوتي تعب والارضيش بالسكات، ده انا وهبت عمري لبلادي، وجاهدت طول العمر في الوادي، وخرجت اسعى قاصد القدس الشريف. كان نفسي اعيش لحظه ظهور الحق في الدنيا، كان نفسي اشوف النصر بعينيا. يا ترى هعيش عشان اشوف الارض بتغني والناس بتحضن بعض بالفرحة؟ مين اللي ضيع عمرنا بغشه؟ مين اشترى بمصرنا عرشه؟ مين اللي ضيع عمرنا بغشه؟ مين اشترى بمصرنا عرشه؟ مين اللي قادر يحط جنابه على فرشه؟ مين اللي قادر يحط جنابه على فرشه؟ من بعد القدس ما راحت مع فلسطين، من بعد القدس ما راحت مع فلسطين. مين اللي يقدر يحكي ويفسر ازاي القدس راحت، ازاي الارض ضاعت؟ من امتى الصهاينة بيخططوا للمؤامرة الكبرى؟ ومن قد ايه ابتدت؟ وعشان نعرف ونفهم لازم نقول الحقيقة. قبل ان احكي حكايتي كي يعرف الناس الحقيقة فيما عشت حتى الان، يجب علي ان احكي قصة ابي. فتاريخنا لا نصل إلى الحقيقة فيه دون أن نفهم تاريخ آبائنا وأجدادنا. والتاريخ لا يسجل إلا قصص العظماء والساسة والملوك والحكام، والمؤرخون لا يهتمون بقصص البسطاء أمثالي. قد يكون من بين الناس العاديين من لا يقلون أهمية عن العظماء والساسة التي تمتلئ بهم كتب التاريخ. قد تكون في قصتي أحداث ومغامرات وصراعات وكفاح وتضحيات أكثر بكثير مما مر بحياة الزحماء. كانت حياتي شاقة وطويلة، امتلأت بالتجارب المؤلمة والرائعة. كان فيها الكثير من الصواب وأيضا الخطأ، فيها البطولة والضعف، النجاح والفشل. انتصرت وانهزمت وانحدرت وارتفعت. اقتربت تفاصيل حياتي من الخيال والمحال، المستحيل والممكن. رأيت الموت مئات المرات، وانا
ملكه تبقى عقوبة. صاروا إليكم كل شيء، لن أخفي عنكم ما رهقني إخفاء عشرات السنين، مما جعل البعض يظنني خائنا وجاسوسا ونصابا ومجرما دون أن يعرفوا الأسرار التي كان من المستحيل التصريح بها. ستقرؤون حكايات أخرب من الخيال، قد ترونني كما رآني البعض الآخر، وطنيا مشاكسا مغامرا. وحكايتي تبدأ من عام 1855 بالقاهرة، حيث كان أبي نجيب طفلا في الخامسة، كان يلعب بجوار شارع العقادين الذي كان فيه دكان جدي حسن السداوي. كان عقادا يصنع خيطان القفاطين والجلاليب. يومها وقع لأبي حادث غريب لا يدري أحد إن كان نقمة أم نعمة. والإلاقي نعمة في طريق تحت رجليه ياخده. وسع طريق، وسع طريق. حاسب يا سيدي يا باشا. والله يمكو انا هجري ورا العربيه عشان اعرف الطريق. طب سيب شوالي دي هنا وما تخافش عليه. واسيبه ليه؟ خط الدقيق هيحضركوا السكه، بس حد يجري يبلغ ابوه. تعال قول له ابوه. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحكاية زادت عن حدها قوي. أكيد اللي خطفه السباوي اللي بيخطف العيال. بنقول لك باشا تركي هو اللي شاله وجري بيه على سرايته، ومحدش يعرف سرايت الباشا دي في أنهي داهية. ولا يهمك يا حسن، إن كان على سرايته إن شاء الله هنعرف طريقها فين. إزاي؟ ورايا. سمعنا ان الشيخ حسن ابوه ورجاله الحي طلعوا وراه، اكيد هيحصلوه. يا رب. معلش يا حبيبتي، ربنا يطمن قلبك. ربنا معاكي يا شهرين.
الباشا بتاعنا لما بيقول كلمة ما بيتنهاش. ومفيش كلام تاني، خد اللي معاك وامشي من هنا. شهرين شهرين يا جبابرة، ده ظلم ظلم. ابني 5 سنين يبعد عني شهرين، ارجع البيت اقول لامه ايه؟ ابنك محبوس عند الباشا شهرين. متزنقش مع الباشا، لو رجعت هنا قبل شهرين مش هتشوف ابنك تاني، فاهم؟ بونا ياو بونا ياو بونا ياو. ساكن قول حازق باشا، ساكن قول. اهدأ اهدأ اهدأ. كيف زوجتي ما قالوين هاني؟ لو كنت مكاني وخيل داست ولد كنت تعملي ايه؟ اعتذاراتي حازق باشا، انت ارتكبت خطأ كبير، خرجت بدون سائق في طرق مزدحمة. فرقيك أنورين هانم، ولد كان حيموت. حزق باشا اسمح لي، انت اعمل اهتمام كبير، سانكي طفل ده واحد من ابناء حضارتنا. بابا كل ده حصل ليك علشان خرجت من غير ما تشوف سنمار حفيدك وتقبله. ابنك لا جفون، اعتذرت ليكي، اعتذرت لحفيدنا سنمار. أقبلوا هاير هاير هاير. دريمة بابا دريمة، الحمد لله ان الطفل ده بخير، ولو كنت دوسته بالخيل فده مش ذنبك. افيت افيت عين حياة افيت افيت. طبعا وكمان مش ذنب الطفل ولا ذنب اهله، هما بيعيشوا في طرقات لانهم ما يملكوش حدائق كبيرة يلعبوا فيها. حدائق حدائق؟ دول فلاح لار او باش. لازم ادي درس قاسي لاهلي ولد، لازم يتعذب. هازك باشا هازك باشا. في ايه حبشي؟ ناس كتير بره عاملين زيطه عايزين يقابلوا جنابك. مين دول حازق باشا؟ أهل ولد حبشي، خد معاه خدم ودوهم كلهم بالتساوي بالكرباج. مقابلاتك قبل شهرين. ليه مقابلة حازق باشا؟ عشان أفكر أديهم ولد ولا لا. بابا هو الطفل معاك؟ عبيت عين حياة في حديقة مع خدم. أمان يا ربي، طفل خسيس ابن فلاح لار هنا في سراي؟ ده حقي أنورين هانم، أنا لقيته في الطريق. مستحيل بابا. سس فتفادة. أمرك حازق باشا. هاتي ولد من خارج. أمرك حازق باشا، أنت اعمل مشاكل كبير، أهله مش يسكتوا. لازم أديهم درس قاسي كيف يتعلموا يربوا ولد. احنا نهتم بيه شهرين. انا موافق ايوك، ابنتنا ملك 3 سنوات، لا يمكن تبقى في سراي مع طفل خرسيس ابن فلاح لار. انا اروح اعيش عند زوج ابنتنا جفون شهرين. ماما ماما ملك حبيبتي ملك، اهلا ملك اهلا. مفيش منه أذى على نورين هانم. ولد تعالى. ايه اسمك ايه؟ نجيب. وابوها في الستاوي. احذر حازق، انت لمسته، اكل يقمع على اليوم. انا خايف على سنمار، مسكين مش قادر يتنفس. ملك لعبت في شعره، خذيها خذيها دادا فضفاضة، حميها حميها بسرعة. يلا خذوه، في حمومات، تنظيفات، تغيير ملابس جديدات، حرق ملابس قديمات، قص شعر، قص أظافر،
كده أهله مش يعرفوه. يا ترى اكلوك ولا جوعوك؟ يا ترى فرشتك شكلها ايه دلوقتي؟ يا ولية ده اي خرابة في القصر انضف من اللي احنا عايشين فيه. انا ليه بس؟ يعني خلاص مش هعرف اشوف نجيب ابني تاني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ابنك ما ماتش يا امنة، ده امانة شهرين وحيرجع لنا. بقولكوا ايه؟ انا عايز اخوي نجيب. شهرين يا شيخ حسن، شهرين وقلب هيولع لحد ما تقابل الباشا التركي. الباشا التركي لا ينعل ابوه، انا خايفه بس لا يكون باع الواد. يا مراري، طب اشوف ابني ازاي؟ الايام هتعدي يا امنه. شهرين، 60 صبح و60 ليل. تعد عليهم عربيه جرها الخيل، ربنا ياخدهم ولا يطلع عليهم صبح ولا ليل. يما عطور كفاياك نواح. بلاها نواح، هتقعد كده وتسيب ابنك الباشا التركي؟ ما تشوف حد يتوسط لك. ستي يا طول عندها حق، ما تشوف حد يابا. اشوف حد يوصل لك الخديوي سعيد. انا عارف اوصل للباشا عشان اوصل للخديوي. هين عليا اقف قدام باب القصر، يمكن في يوم الباشا يدخل ولا يخرج اكلمه، او اقطع على رجله بوس هيديني ابني. لو حد مننا هوب ناحيه القصر خلال شهرين ممكن يعند ويركب دماغه وما نشوفش ابننا تاني. تصبحوا على خير. خش يا اخويا خش، عوض لنا الواد وخلف لنا عيلين. حبيبتي مالك؟ تعالي تعالي. عايزه اروح. ايه رايك نجيب في الموسيقى دي؟ عايزه اروح عايزه اروح. طب اسمع تاني. عايزه اروح يا ولاد الهيبة. عايزه اروح عايزه اروح. ودوني ابويا وامي. بس بقى هتروح فين؟ هتروح فين؟ حد يطول يتنقل من حرب العقاديم ويقعد في القصر الكبير الحلو دوت والخير ده كله؟ عايزه اروح. حاضر. هانت فات كتير ما باقي الا القليل، والباشا ان شاء الله هيخليك تروح. بس بقول لك ايه بقى، لما هتروح مش هتاخد الهدوم الحلوه دي معاك. مش عايزه، هدور هدومي مقطعه تاني. ربنا ياخدكم. عيب نجيب، ادب لي اول. عايزه اروح عايزه اروح لابويا وامي. اهو نجيب، احنا تعبنا من الزن ده. ربنا ياخد امنا الغولة. اسكت، لا تسمعك انورين هانم. في تفادى، ايش عارفك ان هو يقصد ماما انورين؟ هو في غيرها؟ اقصد قالها لها مرتين قبل كده. عايزه اروح. طب خدوه طلعوه فوق. عايزه اروح. عايز هدومي، هدور هدومي، هدور هدومي على هذا الهدى. سيبوني 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 على هذا الهدى. سيبوني سيبوني.
برنسيس ملك ما تشوفش تصرفات ولد نجيب. برنسيس ملك دي لسه صغيرة، دي حتى ما تعرفش تقلده. طلعيها فوق. حاضر. يلا الملك. يلا حبيبي. حاسبي يا ملك حاسبي. مرت الأيام وانتهت فترة الاختبار، الاختبار بين الطفل وخاطفي. استطاع القصر أن يقمع تمرد أبي نجيب فأخروه بالخيرات وبعض التدليل، وجذبه اللعب مع ابنة الباشا ملك الجميلة. فلم يعد أبي كائن أقرب يخيفهم بعد أن اهتموا به وهذبوه. وعلى العكس، مرت هذه الأيام وجدي حسن وجدتي أمن في عذاب وبكاء، ينتظرون أن يفرج الباشا الكبير عن ابنهم الأسير. لا إلا الله، اللي أنا مانيش فاهمه إزاي الواد نجيب ما يقدرش يفلفص منهم ويغفلهم ويهرب من القصر. وأنا سكت، ده الجمعة اللي فاتت حاولت أنط من على السور عشان أهرب، لقيت خدم وحشم وحرس ياما، خفت ورجعت. منك لله يا حان، منك لله. كنت عايزهم ياخدوك أنت الآخر، ولو كانوا شافوك كنت هتهيج الباشا علينا ويزرجن ويرجع في كلامه. خلاص فاضل جمعة والشهرين ينتهوا، صبرنا كل الايام دي وفي الاخر هنقل عقلنا. اللي انت لمؤاخذة يعني يا شيخ حسن، مطمن قوي واثق انك خلاص هتروح بعد اسبوع تاخد ابنك كده اهو بطيب خاطر. سامحني. قصدك ايه يا شيخ خالف؟ انت هتقلقني ليه؟ بصراحة انا متشائم، مانيش متفائل ابدا ومش مصدق حكاية الشهرين دول. بس دول اكدولي بعد شهرين، معقول يعني هيرجعوا في كلامهم؟ هو لعب عيال ولا حكم القوي؟ اديك قلتها، لعب عيال وحكم القوي. دول خاينين في بعض، مالهمش امان. يا رجاله ما تكبروش الحكايه، انتوا هتعملوها خيانه ولا ايه؟ انا حته عين ده قرصه ود من الباشا وخلاص. لا لا يا حاج حسن، لا ما تطمنوش، ما تطمنوش، الحكايه مش سهله. دول خونه، دول خونه ببعض، يبقوا مش هيخونوا الغلابه اللي زينا. دول قتلوا في بعض، قتلوا الخديوي عباس وهو نايم في سيره واتأمروا عليه. يا ساتر، دي حكايه بقالها شهور واتنسيت بسرعه. انتوا بتفولوا عليا؟ عايزين تقولوا الباشا التركي يقتل عيل خمس سنين؟ ايوه، انتقل الخديوي من العيال اللي قتلوه، مش هم عيالين اللي قتلوه؟ عمر وصفي وشكل حسين الحرس الخصوصي بتاعه. كل ده من خليل بيه درويش رئيس خدمه، ما هو كان عيل راخر حليوة وعايق، أكل عقل الخديوي وخلاه يطرد المماليك حراسه وخلاهم يخدموا في الاسطبل، حسوا بالإهانة اتأمروا عليه. واتقتل عباس وهربوا العيال اللي قتلوه بعد ما نقلوا جثته من بنها لسيراته في الحلمية. أها اتفضل، ادي اللي بيجي من ورا العيال. قوم منك ليه جاتكوا الهم؟ هو أنا رئيسكوا؟ مال ابن أنا ومال قتل عباس؟ ثم قتل عباس ده له حكاية تانية خالص غير اللي بتقولوها. حكاية لار، خبر لار وار حزق باشا. كيسن أنورين هانم، كلامة نطور يعمل مشاكل هنا وفي الأستانة. انت ليه تدخل نفسك في مشاكل كبيرة وخطيرة؟ لا تسافر الأستانة. ضروري أسافر أنورين هانم، ده جراو تكليف وممكن أتأخر شهور طويلة. نازلي هانم عمة خديوي عباس هي تتآمر عليه، تبقى في الأستانة وترسل مملوكين لقتله. البتة مؤامرة،
هي فاهمة عباس كويس، بعتت له ولدين جزال نزلوا سوق رقيق اشتراهم عباس، خلاهم حرس خصوصي ليه بالليل، وبعد قتله فرار على الأستان. أفندينا عباس غلط كتير في حق أسرته، استولى على كل شيء. تعتقد الهامي باشا ابنه يسكت؟ غير معروف هو ناوي على ايه مع أفندينا سعيد، هو نفسه يصبح خديوي. أنا أريد أن أعرف أنت ناوي على ايه؟ ناوي أسافر أنورين. تسافر وتسيب مصيبة في سراي؟ حاشا لله، أي مصيبة؟ ولد نجيب. نجيب جزال ولد، كلها 7-8 شهور دون جايم ونفكر. ألماس سفر يك قبل حل مشكلات. مضى شهرين، أنت وعدت ترجع الولد لأبوه. أنا وعدت أقابل أبوه. أنت نيتك لا ترجع الولد وتبقيه هنا في سراي؟ يجب أن تعرف أن عندنا بنت صغير. أنورين هانم، نجيب عمره 5 سنوات، إيه الخوف من كده؟ أنا مش غبية حزق، أنا أعرف أن نجيب الآن طفل، ولكنه سيصبح رجل، ورلك ستصبح هانم، وبعدين ده ولد جاهل، فالأحلار تربية يك، ممكن ملك ابنتنا تقلده في كل شيء. ابنتنا ملك ممكن تضيع حازق. أنا خايف ابننا يضيع. ابننا؟ تقصد إيه حازق؟ أقصد ربنا رزقنا 3 بنات، أنت مش تعرفي تجيبي أولاد، كلهم بنات. أشخل صر حازق، تحشم. بل أنت لا تعرف تجيب أولاد. وديني جبت نجيبه. أنورين هانم، نجيب هيكون ابننا. حازق باشا، أول مرة ما تبقاش حازق، ده جنون. ربنا جعل طفلي قدام حصان، أنا أنقذته من موت، هو لسه صغير، يعني ممكن يبقى زي ابننا. أنت فكرت في القرار ده حازق؟ بداية فكرت في عقاب، بعدين فكرت في ثواب، في خير. ما فكرتش في أبوه وأمه ممكن يعملوا مشاكل. تفضل. حازق باشا. في ايه؟ تفضل. الراجل اسمه حسن سداوي أبو نجيب، عند بوابة القصر ومعاه نفر كتير، عاوز يقابل جنابك، وبيقول إن جنابك وعدته إنك تقابله بعد شهرين، والنهارده فاتوا الشهرين بالتمام. ما فيش مانع، ممكن اقابله هو لوحده. بهايم تاني اجلاف يفضل برا سرايا. الباشا وافق على المقابله لأبو الطفل وبس. ربنا يطول لنا في عمره. ماشي ماشي، خليكوا هنا رجال. الحمد لله. انا ابوه وانا اخوه، عايز اشوف اخويا نجيب. مش عايزين غلبة، قلنا لأبو الطفل وبس، والا المقابلة هتتلغي. خليك هنا يا حامد، مش عايزين مشاكل يا ابني. روح روح. حازق باشا الديب اللي هاجم القصر قبل كده رجع تاني، والحراس محاصرينه عند تكيبة رينا. منتظرين ايه؟ اقتلوه. احنا جينا ننبه جنابكم عشان لما يسمع صوت البارود ما تنزعجوش. حبشي، لو تقدروا تمسكوه من غير ما تقتلوه يبقى احسن، وودوه بعيد في جبل حير بعد ما يذبحوه. تقتلوه وتجيبوه هنا أشوفه بعيني. أمريكان. أبو
بوس رجلك يا سعاده الباشا. سامحني غلطه ومش هتتكرر. مش عارف اتشكر لك ازاي. واتشكر للهانم الكبيره والهوانم الصغيرين. الف حمد والف شكر ليك يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما هو اكيد الواد نجيب تعبكم قوي الشهرين اللي فاتوا دول، بس الحمد لله هم خلصوا وارتحتوا منه. معلش اصله عيل بقى ومش واخد على القصور. شوف حسن سداوي، في الحقيقة أنا عاوز أقول لك كلمتين. بس بعد إذنك يا باشا أشوف ابن نجيب يبرد قلبي وبعدين اتكلم سعادتك زي ما أنت عايز. حسن سداوي، أنت مش تشوف ابنك نجيب تاني. ليه؟ هو جرى له حاجة؟ أنت أهملت في حرص على تربية ابنك الصغير؟ عقابة حرمان منه دي أوامري ولازم تتنفذ. الحمد لله اتقتل. برافو، قتلوه برافو. وجوده هنا كان خطر. أشوفه بعيني مقتول. هازك باشا ايه يا باشي؟ خلاص يا باشا، ده غلبنا ما عرفناش نمسكه لأنه صغير وعفريت. الحراس اضطروا يقتلوه. افرين لا يا ظلمة، قتلتوه يا ظلمة، قتلتوه يا كلام. سداوي انت راجل مجنون، انت كمان بتسيبونا؟ اضربوني موتوني اضربوني، قتلتوه ابني. سوس راجل حيوان، اللي اتقتل مش ابنه، ده ديب كان في الحديقة. حاجي هات نجيب. انت راجل متهور وليك معايا حساب عسير. تعال يا نجيب، تعال هتشوف ابوك. ابويا نجيب، ابويا انت حبيبي. يلا انت كريم. يا بنت كريم ابويا يا باشا. سامحني يا باشا سيبوه. سامحوني كلكم، سامحوني يا هوام، سامحيني يا ست هانم. حوقوا على راسي من فوق، انا فهمت غلط يا باشا. حسن انت تعبت حدودك، فقدت عقلك، تطاولت على اسيادك، انت مجنون. حسن انت عندك فلوس كان؟ ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا بكل اللي نحتاجه. عندك سراي زي دي؟ سعادة الباشا، سراي انا عندي بيت، حتة بيت مستورين فيه. عندك عقل حسن؟ ايوه عندي عقل، مال عقل يميز الحلال من الحرام. عندك علم؟ العلم عند الله سبحانه وتعالى، بنحاول نفهمه. أنا حسن عندي كل ده. سداوي ابنك خلاص أنا أخدته، هنعلمه ونربيه ونخليه راجل عظيم في هيئة اجتماعية. احنا نعمل معاه اللي انت مش تقدر تعمله. أبوس رجلك يا سعادة الباشا، تعقب شديد قوي. اديني ابن اروح بيه، انا عايزه زي ما هو. خدوه. زوز حسن سكوت. ابويا دي اوامر لازم تتنفس. فاهم حسن؟ دي اوامر. ما تقلقش حسن، كلها 20 عام حسن، 20 عام فقط وارجحه لك. 20 عام؟ 20 عام ايه يا باشا؟ ساعتها هيبقى ابنكم انتوا مش ابننا احنا. سوس رجل حيوان، ولد فلاح لار عمره ما يبقى ابننا.
كده عمرنا هيبقى فيه اهتمامات بابننا سنمار. انا ماليش راي. بابا انت طول عمرك قلبك رحيم، ممكن تخلي ابو نجيب يشوف ابنه كل شهر مره؟ كتير كتير عين حياه. هو قدر يبعد عن ابنه شهرين، نسمح له يشوف ابنه مره كل شهرين. انتوا اسمك خبيل. شهرين؟ شهرين ايه؟ لا شهرين ولا شهر ولا يوم ولا ساعه واحده. انا لازم اخد ابني معايا. كلاميوك نقاشوك ارموا مره ثانيه، انت ابوك كربان. انا عايز ابني، هتطلع يا ظلمه، هتطلع يا مفتريين. يا نجيب يا نجيب لما انا احط الكوره بين رجلين اللاعب اللي قصادي دي اسمها خرب. دي ده تعبير بفشل كبير. المهم ان في اتهام ليكوا انتوا الاثنين بمخالفه روح الرياضه واستبدالها بالانحطاط الرياضي بدل ما تبقوا قدوه للروح الرياضيه. هل في كلمه صدرت عني فيها شأن مش مظبوط؟ طب بلاش الاتهام ده. ايوه بنت حضرتك اتخرجت قريب. مبروك. وحفيده لما يشوفوا الحوار ده بعد كام سنة هيبقوا فخورين بيكوا. ترجعي تاني، هل أنا أخطأت؟ كل بني آدم مش هقول حضرتك أخطأت، بس هقول حاجة تانية. اتفضلي. هل لو أنا أخطأت دلوقتي حضرتك ملزم إنك تمشي معايا بنفس مستوى الحوار اللي مليان خطأ؟ لا طبعا. ولذلك أنا لم أستخدم لفظ واحد غلط. كل ما استخدمته من ألفاظ كان في حدود اللغة اللائقة. كون الطرف الآخر بيتجاوز هو مسؤول عن نفسه، حفيده يزعل منه. وهو أكيد برضو فهم ألفاظ من حضرتك بطريقة خاطئة. معلش هو حر بقى. على كل حال دي أقوالك وانت المسؤول عنها. لسه عندنا اتهامات تانية وهيكون عندك فرصة تقول دفو.